موضوع هذا الكتاب هو بيان حقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما ينافي هذا التوحيد، ما ينافي كماله الواجب، وما ينافي أصله، وما ينافي كماله المستحب. ألفه الشيخ رحمه الله عن علم ودراية، لأن أكثر أهل زمانه وقعوا في الشرك، فبين في هذا الكتاب أولاً حقيقة التوحيد وفضله، ثم الخوف من ضده وهو الشرك، ثم حمى جناب التوحيد، ثم حمى حمى التوحيد، فأودع في هذا الكتاب هذه الموضوعات الرئيسة. ونستطيع أن نقسم موضوعات هذا الكتاب إلى سبعة أقسام بالنظر إلى الأبواب، فتلاحظون الباب الأول إلى الباب الرابع هذه الأبواب في بيان حقيقة التوحيد وبيان فضله وفضل من حقق التوحيد والخوف من ضده هو الشرك، هذه الأبواب الأربعة الأولى. ثم الباب الخامس والسادس في الدعوة إلى التوحيد وفي تفسير التوحيد، وتعتبر هذه الأبواب الستة هي أصل الكتاب، من الأول إلى السادس هذه الأبواب الستة هي أصل الكتاب، وما بعده تفريع. ثم انتقل إلى الأبواب التي هي في بيان مفردات التوحيد والتحذير مما يقع فيه الناس من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، من الباب السابع وحتى الباب الرابع عشر في التحذير من التعلق بغير الله كلبس الحلق والخيوط والحروز لرفع البلاء أو دفعه، التعلق بالرقى والتمائم، التبرك بالأشجار والأحجار، الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة بغير الله. ثم الموضوع الرابع الأدلة في الرد على شبهات المشركين وفي بيان حقيقة التوحيد، وهي الأبواب من الباب الخامس عشر وحتى الباب الثامن عشر، آيات وأحاديث وردت في الرد على من أجاز التعلق بغير الله كالتعلق بالخيوط والتمائم والتعلق ببعض المخلوقات وأنها تنفع أو تضر، مثل باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والباب السادس عشر حتى إذا فزع عن قلوبهم، وباب الشفاعة، وباب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الموضوع الخامس الأبواب المتعلقة بالغلو في الصالحين، سواء الغلو في ذواتهم أو في قبورهم أو عبادة الله تبارك وتعالى عند قبورهم وعلاج ذلك، وهو حماية جناب التوحيد من كل طريق يوصل الشرك، هذه في الأبواب من التاسع عشر وحتى الباب الثالث والعشرين. الموضوع السادس أبواب عقدها المصنف لمعالجة الواقع الذي كان يعيشه الناس في عصره، فمن ذلك ما يتعلق بالسحر في بيان أنواع السحر في الكهان، في النشرة، في التطير، في التنجيم، في الاستسقاء بالأنواع، من الأبواب من الرابع والعشرين وحتى الثلاثين. الموضوع السابع بقية الأبواب، وهي الأبواب من الحادي والثلاثين إلى السابع والستين، هي في تعظيم الله وفي التحذير من الاعتقاد في بعض المخلوقات ما يعتقد في الله أو النهي عن أمور تنافي التوحيد أو تنافي كماله. هذه الموضوعات السبعة من فهمها فهم هذا الكتاب. والمصنف رحمه الله أكثر من المسائل المستنبطة في كل باب، من فهمها أيضا فهم مقاصد، من فهم المسائل فهم مقاصد الأبواب. فإذا أنت يا طالب العلم محتاج لهذا الكتاب في نفسك أولا، وفي دعوتك، وفي تعليمك، وفي تبليغك للعلم، سواء كان ذلك في بيتك خاصة أو كان في مسجدك
أو في عملك أو في أي جهة كنت فيها.